وين بدها تكون راحت؟ ليكو هون؟ أم شعر قصير ضحكت علي، كانت عم تكذب مشان تخدعني. شو بدي أعمل؟ ما بقى في غير 5 دقايق لتبلش المراسم. أنا ما عم لاقي. هذا بيعني إنه ساقون خب الطوق الزواج تبعي بهي الغرفة. كنتي عم تحاولي تضحكي علي. دورتي بكل زاوية بغرفتي على الطوق تبعك، لقيتي شي؟ لا، رح أدور مرة تانية. ليش لتدوري؟ أنا ما رح أسمح لك تدوري جوا غرفتي. ساقون أحسن لك إذا بتفتحي الباب. ما فيكي، مفكرة رح أفتح لك الباب عادي؟ أكيد لا، أنا بعمل كل شي براسي واللي بدي إياه، فهمتي؟ طوق الزواج اللي معك مزيف، والرابط اللي بينك وبين ماميت مزيف، تماماً مثل هالطوق. لا تحلمي تلاقي طوق الزواج، ما رح اسمح لك تقربي من مان ميت. اختي ميت، لقيتي طوق الزواج تبعك؟ لأنه رح تسألك عنه خالتي جاسولة. لسه ما لقيت طوق الزواج، بس عرفت إنه ساقون مخبي الطوق بهي الغرفة. إذا ما أخذت المفتاح منا رح أخلي مان ميت هو اللي يفتح لي الباب، هو بحل القصة. اسمعي، رح نخدع مان ميت بهي الطريقة، أنتي لازم تساعدي. أفا! أفا! اهدوا اهدوا، ليش عم تعيطوا انتوا؟ قالوا لي انتوا ليش هيك عم تضوجوا؟ في افعى كتير كبيرة شفناها انا وميغنا، فاتت على غرفة ساقون، لهيك رح افتح الباب وطالع الافعى من الغرفة. تخيل تعضى لساقون، شو رح يصير وقتها؟ ساقون يمكن انها تموت. ايه صح اخي، مان ميت الافعى اللي شفناها كانت سامة. ايه صح، شفتوا افعى بالغرفة، بس هالافعى لعبة مطاط، فيرو وفيرا كانوا عم يلعبوا فيها. الافعى المطاط ما بتتحرك، بس اللي شفتها كانت عم تزحف وفاتت لجوا على الغرفة. اسمعوني كلياتكم، ساقون إذا الباب مسكر كيف بدها تفوت على غرفتي؟ ساقون اسمعي، الأفعى خطيرة، لهيك خليني أتفقد هي الغرفة. إيه بس مفتاح الغرفة ضايع. ضايع؟ إيه ضيعت المفتاح. ليش بدك تخاطر بحياتك؟ رح نبعت ورا بدري مشان يقتلها. حياتك أنت بخطر، كيف بدي أطلب من بدري يحميكي؟ دوري على المفتاح، يلا. المفتاح. يلا بعديلي. عن جد كانت هالأفعى كبيرة وسامة.